موسم اعياد الكريسماس، واحنا هنا بالتحديد مرسى علم ده بدايه الموسم الحقيقي للمكان ده. الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، يمكن من بكره، هيكون في استقبال ل 121 رحله طيران دوليه من مختلف انحاء اوروبا. والحقيقه احنا بنتكلم انه في زياده عن السنه اللي فاتت، او كمان عن الاسبوع اللي فات في نفس التوقيت من السنه اللي فاتت، تقريبا بنتكلم عن 21 رحله. زي ما كنت بكلم حضراتكم، دي احتفالات راس السنه، عايزين نعرف ازاي هم بيستعدوا لهذه الاحتفالات، وازاي في قدرات، يعني سواء بقى قدرات بشريه او فندقيه او المطارات، ازاي بتستعد علشان تستقبل زوارنا. دلوقتي معانا على التليفون استاذ رامي فايز، عضو غرفه المنشات الفندقيه بالبحر الاحمر ونائب رئيس جمعيه مستثمري السياحه بمرسى علم. مساء الخير على حضرتك، وان شاء الله سنه جديده سعيده يا رب على العالم كله، يعمها السلام والحب في كل مكان. ومرسى علم طبعا ده بداية الموسم الحقيقي ليها مع بداية الشتاء، عايز أعرف استعداداتكم إزاي علشان تستقبلوا هذه الرحلات من مختلف دول أوروبا. أهلا بيك يا فندم، وإن شاء الله يبقى سنة سعيدة على بلدنا وعلى العالم كله. بالنسبة لمرسى علم، إحنا الحمد لله زي ما حضرتك ذكرتي في بداية الكلام، إحنا عندنا فعلا إن شاء الله بداية من بكرة مطار مرسى علم على مدار الأسبوع هيستقبل إن شاء الله حوالي 121 طيارة جايه تباعا ان شاء الله من المانيا، من ايطاليا، من بولندا، من التشيك، من هولندا. فان شاء الله الموسم داخل بقوه في الكريسماس. احنا ان شاء الله معظم فنادق مرسى علم نسبه الاشغالات ان شاء الله مش هتقل في الفتره دي من 85 ل 90%. المميزات اللي موجوده في مرسى علم كوجهه سياحيه بتتفرد بيها في العالم في احتفالات الكريسماس، البرامج السياحية المقدمة للسائحين اللي موجودين جايين يزوروا مرسى علم؟ بكل تأكيد طبعا، أصل مرسى علم كمدينة ساحلية هي مبدئيا، عشان بس الناس تبقى عارفة، مرسى علم هي مساحة، يعني مساحتها نفس مساحة دولة زي دولة سويسرا. مساحة يعني مرسى علم مش مدينة صغيرة، واخدة عاشر أحسن شاطئ على مستوى العالم كله بشهادات كل المواقع السياحية الدولية. عندك طبعا فيها كمية محميات طبيعية غير معتادة. عندك حياة بحرية لسه بكر على معظم شواطئ البحر الأحمر، مش بس مرسى علم، يعني معظم منطقة البحر الأحمر كله يا فندم، من أول الجونة للغردقة، سهل حشيش، مكادي، سومبي، سفاجة، قصير، ومرسى علم. المناطق دي كلها يعني الحمد لله في خلال فترة الكريسماس الجاي نسبة الإشغالات معقولة جدا، والحمد لله الدنيا ماشية كويس لغاية دلوقتي. إزاي بتشتغلوا بطرق ترويجية مختلفة علشان نقدر ندخل أسواق سياحية ما كناش موجودين فيها، ونزود يعني الأعداد من الأسواق اللي إحنا أوريدي موجودين فيها؟ خلي بالك أنت عشان يعني تمتازي بحاجة لازم تكوني فعلا زي ما سيادتك ذكرتي تكوني فريدة ومتميزة فيها. إحنا ابتدينا نعمل مهرجانات دلوقتي للدايفنج للهانديكاب للاحتياجات الخاصة كمان، ودي بقينا مشهورين بيها جدا صراحه في منطقه زي مرسى علم، ودي حاجه مش معتاد ان حد يعملها. يعني بدل الفرد اللي يعني ذوي الهمم او عنده احتياجات خاصه قاعد بس بيشوف البحر حتى من بعيد، لا احنا دلوقتي ادينا له الفرصه ان هو يدخل البحر وينزل كمان تحت ويعمل دايفنج كمان ويلبس بدله الغطس بتاعته. فدي ابتدينا نتميز بيها صراحه في مرسى علم في معظم الفنادق اللي هناك. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وإن شاء الله كل التوفيق في هذا الموسم السياحي القادم. أستاذ رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ونائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم.